دي خليني اقعد حباب لك خلاص. هاي جايز ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. بدي اعرفكم على خطيب ابراهيم. هاي جايز انا لي الشرف اتعرف عليكم. بده يبلش يتعود على الكاميرا. ومثل ما عودتكم ناديا انا دايما حكون معها واطلع معها دايما وحنكون عنا كونتنت دايما جديد ان شاء الله. اول مره بعد مش معود يحكي مع الكاميرا يعني نحن صرنا سنين فتعودنا. انا وابراهيم بدنا نتشكركم كلكم 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 على كل المسجز الحلوه اللي وصلت لنا. ثانك يو سو ماتش على المسجز على الانستغرام على التيك توك على السوشيال ميديا على كل البلاتفورم. عن جد واذا ما حضرتوا ماي انجيجمنت فلوج فيكم تحضروه الرابط حيكون بالبايو. سو عن جد ثانك يو سو ماتش. هلا فيديو اليوم حنجاوب على اسئله انتم طرحتوا لنا اياهم لانه انا اي اناونس على الانستغرام انه ان شاء الله انا ابراهيم حنتجوز هيدي السنه وان شاء الله يكونوا هالاسئله خفيفه. ما فاجئتوا اياهم. قبل ما تكملوا هيدا الفلوج ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب وترنوا على الجرس تتعرفوا امتى عم ننزل فيديو جديد. حنجرب قد ما فينا نجاوبكم. يا السؤال هو كيف انا وياك تعرفنا على بعض ومين قال I love you للتاني اول؟ يعني هون في فضائح. اول مره تعرفت على ناديا تعرفنا على سوا كنا ببارتي بعيد ميلاد my best friend her best friend نادين وفرح. ايه بس خلينا نخبرهم القصه على المظبوط. ايه تفضلي. بتعرفوا وقتها الديفرنت سكولز يعني كل واحد انا ماي بيست فريندز كانوا بغير مدرسه تعرفت عليهم وبلشنا نظهر مع بعض بلشت اتعرف على عالم جديده. هن كانوا ماي تو بيست فريندز بيعرفوا لابراهيم قبلي. ليه؟ لانه ابن خاله معهم بالصف. سو وقتها كانوا يعملوا ظهرات وبروجرامات قبل ما انا اتعرف عليهم هن كانوا بيظهروا مع ابراهيم وبيعرفوا. فاول ما بلشت اصير رفقه معهم عزموني على عيد ميلادهم وبشوفوا للاخ ابراهيم هونيك ما يعني سامعه باسمه بس ما بعرفه بيرسونلي كان اول مره بشوفه. صراحه هيك ما بعرف هيك حسيته غير عن كل العالم ما بعرف هيك انه حبيته من اول نظره فيكم تقولوا. حلو هي اول مره بتخبريني. هيك بلشت كان عمري 15 سنه هيدي القصه ب 2009 يعني بالزمنات فهيك. فمن بعدها ما حكيت معه ولا كلمه كان عيد ميلاد يعني. كان عندي بركي على الفيسبوك او عمل لي قال على الفيسبوك بعدين وحكينا على الامسان ايام الامسان. لا حكيتني على الفيسبوك اول شيء قلت لي واتس يور ايميل. وقتها ما كان في واتساب بيسالني شو رقمي صح. شو ايميلك وكنا نتحدث على الامسان وهيك بلش. انا كنت فوت واطلع اونلاين لتشوفني انه انا طلعت اونلاين. انا كنت اعمل اونلاين. مين قال اي لاف يو اول شيء؟ انا قلت له على ام اس ان انه لسن ويك لو كان يضيعني كنت ولد يعني انه خلص بدي اعرف اذا هو عم بحس نفس الشيء ولا بس انا من طرف واحد. يعني مرقنا بكثير قصص يعني هيدول عم نحكيكم من 12 سنه يعني كنا اولاد بعدين صار كثير اشياء غير يعني مش انه من 12 سنة والله بقينا يعني نحب بعض هيك صحبة وحدة مش انه نحب بعض انه بقينا سوا صحبة وحدة 12 سنة مرقنا بكثير اشياء بس هن اللي قونا وخلوا الريليشن شيب تكون هيلثير واثنيناتنا كبرنا ووعينا يعني كنا نتخانق على اشياء سخيفة او نضايق بعض بطريقة معينة فهول القطشات يعني وقت ما وقفنا نحكي مع بعض خلونا نوعى امور ونشتغل على حالنا ونركز على حالنا فنقدر وهيدا الشيء اللي خلينا نكون سوا اخر الطريق لو ما صار هالقصص ما كنا صرنا مع بعض اخر شيء. عن جد كثير منكم كمان سالوني ليه ما كنتوا تعرفوا عن ابراهيم قبل. اول شيء انا ما كنت حب ابدا اطلع على السوشيال ميديا وانا كمان ما بحب فرجي ماي بيرسونال لايف يعني مش اذا انا ايم اون سوشيال ميديا كثير اكتف على السوشيال ميديا يعني العالم كلها لازم تعرف انا شو حياتي البرايفسي يعني في اشياء بتبقى برايفت. طالما هلا انا وابراهيم صرنا اوفيشال طلب ايدي من ابن بيي وهيك صار فيي اعلنها للعالم لانه هو ان شاء الله هيز غانا بي بارت اوف ماي لايف يعني انتم حتضطروا تشوفوه وهو خلص بلش يتعود على الكاميرا لا صارت هينه صارت هينه. ففي اشياء بتضلها برايفت حبيت بس يصيروا الاشياء اوفيشال اني
خبركم عنه. So this is why ل 12 سنة ما كنتوا عارفين عنه لإبراهيم. يعني she can keep a secret. هذا السؤال كمان لإلي إنه شغلك حدا سألتوني شو حسيتي بس طلب لك إيدي. قال لي رايحين على الإفطار بمحل اسمه يعني بغزير بالجبل. أنا قلت له أوكي كان ابن خاله رجع من السفر فدايما منشوفه بس يجي من السفر. قال لي منطلع قبل بوقت وهيك منستفيد من الوقت لأنه بالجبل وهيك تغيير جو وأنا وياه ما منظهر أبدا من ورا كوفيد كتير بناخد يعني precautions. طلعنا قعدنا جوا أول شينا قلنا برا كتير شوب والشمس كانت بعدها طارقة. هو شو لعبة ذكية بهالوقت برا كانوا كل رفقاتي ورفقاته عم يتجمعوا حاملين ورود مكتوب marry me. صح. فابن خاله بيقوله طب يلا خلينا نطلع لبرا شوي. انا سيقبت كنت اخر وحده بيناتهم عم ضب اغراضي عم حطهم بالجزدان وعم بلبس الماسك ولحقتهم لبرا بشوف رفيقتي كان صار لي زمان ما شفتها يعني 5 أشهر. قلت لي كيف سيقبت انه ميسم جاي تقطع على الافطار كمان بهيدا المحل انه هي طالعه لبرا ركض روح سلم عليها انا انه صار لي زمان ما شفتها. بلاقيهم كلهم هيك وبلاقي هو دغري حدا البوزيشن فتح اللي اعطاني الخاتم وهيك انا هون كنت حاطه كمامتين يا جماعه ولا حتى شرطه مشان الفيديو للميموري قاعده عم ظبطها قد ما كنت راسي هون يعني عارفين انه هالنهار جاي ايفنتشلي لانه صرنا زمان سوا بس تصير بتحسوا بشيء يعني عن جد كان شعور رائع انه ما صدقت. قلت له انه ايمتى حكيت مع بيي ايمتى صارت كان اول سؤال سالتني اياه على فكره حكيت شيء مع بيي بيعرف ايه لانه كان صار له شهر ونص مسافر كان اجى يعني بعد ما عمل لي بروبوزل كان صار له 3 ايام بلبنان. قلت انا ايمتى ما انا كل وقت معه بيي موجود ايمتى نحكي مع بيي وانا مش موجوده. انا كل يوم عم بطلع لايف على التيك توك بالليل عم بسهر على التيك توك بوب قلت له لانه العالم بتنطرني قال لي اطلعي لايف ما علي بقعد مع بيك انا فهو هون وانا كنت عم بعمل الشغل مع بيي وحكينا وحكي مع بيي بس لا عن جد كان شعور رائع وما كان عندي اي فكره وحتى كل رفقاتي كانوا موجودين يعني هو بيعرف انا البروبوزل بحب العالم اللي كثير قريبه مني تكون موجوده وتشوف هالشيء عم بيصير يعني الحمد لله طلعت مثل ما انت بدك اكزاكتلي واحلى كمان وكل رفقاتي كانوا عم يبكوا لانه من نحن وصغار رفقه وبيعرفوا قصصي مع ابراهيم ونحن يعني. اصحابنا كومن يعني عندنا نفس الاصحاب من نحن وصغار. السؤال الرابع هو انه كيف عرفت انه ابراهيم از ذا رايت one ونفس الشيء انه كيف عرفت انه انا متقلين الاسئله. قررت انه ناديا از ذا رايت وان من وراء اول شيء شخصيتها والمعامله والصداقه اللي بتربطنا بيناتنا لانه اهم شيء بالريليشن شيب هي الصداقه والثقه والمعامله. نفس الشيء اول شيء ثانك يو لهالكلام الحلو انا مبسوطه عم يعطيني هلا كوفي. لا دايما بتعطيني بعدين كامل. انت على طبيعتك يعني ودايما على طبيعتك وthis is very good. وانا كيف عرفت انه ابراهيم is the right one لانه هو انسان عن جد كثير منيح وبيعاملني بطريقه كثير منيحه وانا بالنسبه لي اهم شيء المعامله والاحترام وهو عنده هول الشغلتين يعني توب معه عن جد. ثانك يو انت اصلا تستحق. هو انسان كثير منيح وهني يعني انا بنق هو ما بنق مثلا يعني بنعمل مثل هيك بالانس بين الاشياء. هو رايق ما بيحب المشاكل هذا شيء كثير منيح كمان. انا بجيب الوجع على الراس. لا بس يعني بيناتنا نحن عكس بعض من الاخر يعني لا في اشياء يعني كومن اكيد ايه وذا رايت ثينجز يعني الاشياء لازم يكونوا ديفرنت بيناتنا يعني they are different يعني هو بينه طويل وما بيعصب وهيك او ما بيعمل مشاكل ما بينكوز. انا عندي اياهم هول بس انه انا وغيري اكثر يعني بعطيكم اكزامبل I knew he was the right one يعني من زمان صراحه لانه
وقتها نوقف نحكي كنا مرقنا بفترات وقفنا نحن نحكي كنت كتير ما قادر انسيه. يعني حتى هو نقل 4 سنين على كندا لأنه كان برات لبنان، كان هذا الشيء فكره انه بيساعدني بس شوفه مرة وارجع من الأول. ونفس الشيء معك انت؟ ايه بس هو كان يعرف يخبي، انا كنت جن انه قولي عمي كيف؟ انه والله بعرف انه بعدك عم بتفكر فيه، بس ما كان يفرجيني ابدا. قديش فرق بالعمر بيناتنا؟ نحن الفرق بالعمر 2 سنين. يس، هو هلا بيصير 29 وانا حصير 27 واثنيناتنا برجنا الجوزاء، يعني في فرق 3 اسابيع بيناتنا. ما بعرف كيف راكبين على جوزاء وجوزاء. اوكي، هيدا السؤال لك، شو بتشتغل؟ انا مينلي بشتغل بكل شيء architectural surfaces، يعني كل شيء سيراميك تايل، بورسلين تايل، وود فلورينج. انا اسست شركتي من 5 سنين. انا هو بيشتغل بالسيراميك يعني البلاط، يعني انا امرار بجي قد ما بيحب مصلحته بقول له لك يا ريتني بلاطه قد ما بيحبها، يعني اسم الله اسم الله اسم الله انه هي فاوند هيز باشن، عن جد بيحب شغله وهذا اهم شيء بالحياه، الواحد يحب شو عم بيعمل. بيتاجر بالسيراميك وال architectural surfaces. يس، سالتونا كمان اذا انا وهو وصلنا لاهدافنا بالحياه قبل الجواز. هلا انا ما بفتكر انه هدف، في الواحد عنده هدف واحد بالحياه، اكيد وصلت لكثير اشياء كان بدي اوصل لها والحمد لله على كل شيء، بس اكيد انا وابراهيم عم نفتح صفحه جديده فبدنا نحط جولز بحياتنا انا وياه مع بعض. صح. يعني انا وياه اكيد عنا كثير ايدياز حابين نعملها مع بعض، وبس نتجوز ان شاء الله حنقدر نركز عليهم اكثر وبركي بيطلع منا اشياء احلى واحلى واحلى. يعني وقت الواحد يوصل لهدف بده يحط هدف ثاني، هيك انا بفكر. مظبوط، وانا personal level اكيد في اهداف معينه لازم الواحد يكون مأكد منها، في قصص لازم تكون مثلا شغلك العائله كل هالامور لازم تكون. فانت هلا حققت هدف خطبنا. صح صح، هيدا هدف مهم كثير. هلا اكيد كلكم صار بدكم تعرفوا عن العرس، هلا انا ما خبرت، ما بدنا نعطيكم تو ماني ديتيلز لتضلكم يعني وقت تشوفوا الويدنج فلوج وتعرفوا بعدين كيف حضرنا للعرس ما تكونوا عارفين كل شيء، بس حنجاوب على كم سؤال اللي هو امتى حيكون العرس. حيكون ان شاء الله هيدي الصيفيه ان شاء الله. قلت له العرس حيكون ان شاء الله بالصيفيه، ما حنقول اي شهر بس ان شاء الله حتعرفوا قريبا اذا كل شيء مشي حسب البلان. يس ان شاء الله، لانه بتعرفوا كمان كثير صعب انكم تحضروا العرس بهالاوضاع بلبنان، اول شيء عندكم كوفيد وكمان وضع لبنان ما كثير بيسهل بالبلانينج، سو دائما اجر قدام اجر لورا، دائما في انسرتينتيز والامور منا طبيعيه هون بلبنان الوضع الاقتصادي وامور ثانيه. سو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تتعرقل الامور ونقدر نعمل هالعرس واهلنا يشوفونا، لانه ناطرين هالنهار كلهم، يعني بدهم يشوفوا اولادهم عم يتجوزوا ونفرح كلنا مع بعض. هلا العرس ما حنجرب قد ما فينا، ما هي المشكله بنقول بدنا عرس صغير بس ما بنقدر نعمل عرس صغير لانه يعني العيله والرفقه، يعني ما فينا نشيل اسم مثلا لانه الثاني حيزعل وبدنا اياهم كلهم يكونوا، بس يعني بدنا نعمله بطريقه يعني نكون عزمنا اللي عن جد لازم يكونوا موجودين وما نقصر مع حدا، وكمان ما نكبروا كثير للعرس. والثيم الويدنج ثيم نخليها سوربريز. يعني ايه العرس حيكون بلبنان ان شاء الله، لانه كمان ما فينا نعمله برا، كان على بالنا نعمله برا بس عندنا مشكله الكورونا، ما بنعرف مثلا اذا عملنا ببلد فلان يسكروا البلد، وكمان ما كنا مأكدين لانه في مشكله الكوارنتين بكل بلد. If we wanna do it abroad لازم كل واحد يعمل حاله 10 ايام، يعني كثير كثير لبكه بهالاوضاع، سو قلنا بنعمله بلبنان وحتى الناس الكبار بالعمر مثلا جدي وجدي بركي لبكي عليهم انه يسافروا، ونحن بدنا نسهلها على الكل. كثير 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 سالوني من وين حجيب فستان العرس، اول شيء خبرهم قد ايه انا عم تنك وقد ايه ما لنا عطلانه هم ابدا ونحن كثير مرتاحين وبالنا فاضي تنيناتنا
لا صراحة كرمال فستان العرس عم نشوف كذا حدا بعد ما بلشت عندي كذا اسم براسي صح وحنقي مع مين بعد ما اخذنا القرار صراحة انت ما حتنقي انا بنقي انت على فكرة ما فيك تشوفه للفستان العرس هو قد ما معود قد ما قبل ما اشتري كل شغلة فاجئي انا كثير مستصعبتها لانه حلو الفستان العرس ما يشوفه بس انا لانه خايفيني مثلا صمم شيء انا بدي انه عند انه ديزاينر هو يخيط لي شيء بدي يكون very simple بيلبق لي لانه انا جايز قصيره يعني متر و 56 ما بيلبق لي الاشياء الدبشه هول اللي هيك الفساتين اللي هيك والمشكشك والمطرز بدي شيء ناعم ويكون بيلبق لي بس ان شاء الله سون بس كان بدي اتاكد انه نقينا ذا فانيو تعمل الفستان اكوردنج للفانيو يعني وين حنعمل عرس والثيم لانه بتعرفوا يعني حسب الثيم بدك يعني حلو لبق الفستان على الثيم صح شو احلى ميموري عندك يا معي لما تلاقينا اصحابي واصحابك بالداون تاون صح كان صار لي 4 سنين مش شايفته وما بنحكي مع بعض مره 4 سنين منها 12 سنه ابراهيم راح على كندا وما كنا نحكي خلص هو بغير عالم بكندا انا بلبنان نزلنا انا ورفقاتي بالليل هيك بدنا نروح نتعشى يعني كان رزق الله على الايام داون تاون فوله كل المطاعم عايشين وهيك ما بلاقي لكم نحن ماشيين بدنا نفوت على المطعم مين هنيك ابراهيم ورفقاتي رفقاته قلت لهم جايز اذا قعدتوني على الطاوله بدكم ترجعوا تتحملوا لانه اوتوماتيكي حارجع احصل له شيء وهو كمان صار يقول لي محليه وهيك انا قال لي هيك قلت لهم يا الله ليه قعدنا معهم لانه هن عيطوا لنا قالوا تقعدوا معنا تقعدوا معنا وانا هيك موتره لانه ثلاث يعني 4 سنين بهيداك العمر بيعملوا فرق كبير يعني هو شكله تغير كبران كثير اشياء تغيروا ف هيدي الليلة كانت a turning point بحياتنا لأنه we reconnected كان صار لي 4 سنين ما بعرف شي عنه ورجع الجروب ركب رفقاتي ورفقاته نظهر كلنا مع بعض لو وصلنا الحمد لله لهون الهانيمون شهر العسل صراحة بعد ما قررنا بس عم نعمل planning في كتير مطارح حلوة بلبنان جزر غير ميكونوس وسانتوريني مثلا الكل يعني الكوميرشال ونز الكل عالم بترحلة في جزر العالم يعني ما كتير عالم بيعرفوا عنا بس كل واحدة أحلى من تاني صح إذا صحلنا إن شاء الله نروح لهونيك بركة نعمل برمة على الجزر 100% هتجيبوا أولاد دغري وشو بتكون أو كم ولد وشو بتحبوا تسموهم مينلي صراحة بعد ما قررنا إذا حنجيب أولاد دغري شوف وين نحنا وشو بدنا نعمل بحياتنا قبل ما نستعجل وتجيب اولاد واكيد ما بدي اتاخر كثير تجيب اولاد لانه ما بحب يكون في فرق كثير بالعمر بيني وبين اولاد ان شاء الله هلا كم ولد انت المفروض تجاوبهم على السؤال حافظوا للدرس مبدئيا هي بتقول 3 اولاد بس بنشوف لا 3 حلو اذا يعني خلينا يعني ان شاء الله 3 الاولاد شو ما كان الاولاد نعمه I can't wait صراحة لأنه ما شفت ببيت كتير بحياتي لأنه ما في عندي هالقد يعني cousins وهيك بس أنا بفكر هيدا أحلى شيء وإن شاء الله يكون صحته منيحة هيدا أهم شيء ولو شو ما كان العدد so 3, 4, 5, 10 المهم صحة منيحة طب ليه عم تطلع قلت له بركي بدي نقصهم شو بدنا نسميهم؟ أنا قلت له بحب بحرف التي ولا طا أنا لقيت اسم واحد تاليا حبيته كتير صحيح. أنا لقيته ليه؟ أنا دايماً بقول تاليا أنا بحب هالاسم شو بدكم فيه؟ والله شو بدكم فيه؟ أنا قول إذا بنت تاليا ليك عم تقول ولو؟ أنا تاليا طيب أنت تاليا خلص اللي بيرضيك يلا أنا أمرق لك إياها أنا دايماً بقول بحب اسم تاليا وهو بيحبه كمان سو هو قصده ونحن متفقين على هذا الاسم متفقين؟ اوكي صبيان بحب اسامي بالتي طا تامر كثير بحب هيدا الاسم طارق حلو كمان وبنشوف يعني في كتب فيه اسامي بركي حبينا شيء ما مفاتين فيه صح بس انا بحب لبقهم كلهم يبلشوا اسمهم بنفس الحرف ابراهيم انبسطنا فيك كثير وانا انبسطت فيهم كثير ما اشبك شيء على الكاميرا شو رايكم جايز بيستاهل عليهم منيح لاول مره عم يعمل هيك يوتيوب فيديو معي ثمز اب اذا عجبكم لايك حطوا لايك اذا عجبكم واذا حبيتوه لابراهيم
وان شاء الله بتصيروا بتفوق اكتر واكتر معي باليوتيوب فيديوز. لا بنتسلى بنعمل فيه كتير اشياء هلا بنشوف. ثانك يو كتير وان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو وان شاء الله بريم تكون انبسطت معنا. انا دايما بنبسط معك. ان شاء الله تكون جاوبنا على اسئله كنتوا حابين تعرفوا عنا اكتر. قبل ما نقلكم باي ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وترنوا على جرس لتعرفوا امتى بنزل فيديو جديد. وشو كمان؟ فولو انستغرام تيك توك. ايه هون هن انستا وتيك توك. اوكي بنحبكم كثير و thank you so much for watching. bye bye see you.